السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث أو سنقوم بإعادة دمج المراسلات، وخاصة وبين قوسين إدراج الصورة في دمج المراسلات. بداية وقبل كل شيء، نقوم بإنشاء مجلد نضع فيه بطاقة الشكر أو ملف الوورد الذي قمنا بوضع بطاقة الشكر أو تصميم بطاقة الشكر داخله. 2، نقوم بإنشاء ملف الإكسل الذي وضعنا فيه أو سنضع فيه البيانات من اسم وعنوان إلى آخره. 3، نضع الصور في نفس المجلد الذي وضعنا فيه بطاقة الشكر والبيانات. النقطة الأهم لاحقة الصورة أو امتداد الصورة. مثلا هنا في الإكسل أو في الوورد لاحقة أو امتداد الوورد DOCX، أما بالنسبة للإكسل امتداده XLSX. مثلا لدينا في الفيديو MP4، أما بالنسبة للصوت MP3، أما بالنسبة للصورة JPG أو PNG. يفضل في الصورة في دمج المراسلات أن نركز على PNG. طيب، في حال كان لدي امتداد الصورة JPG، كيف أغيره أو أجعله PNG؟ أضغط على أسفل الصورة نقرتان غير سريعتان، يعني 1 أنتظر 2. هنا في النهاية مثلا إن كانت JPG، مثلا إن كان امتدادها JPG فأحولها إلى PNG. هنا أقوم بمسح هذه وأكتب PNG كما موضح هنا. مثلا كانت هي JPG مثلا، فكيف أحولها إلى PNG؟ نقرتان غير سريعتان وأحول ال JPG إلى PNG. وإذا ظهرت أو إذا ظهر هذا المربع لا مشكلة، نضغط على نعم. الآن نذهب إلى ملف الإكسل. بعد أن جهزناه بالمعلومات أو البيانات، نقوم بإدراج حقل نسميها الصور. نبدأ هنا، نضغط بزر اليمين ارتباط، يظهر لدي هذا مربع الحوار أو الصندوق. من هنا أختار المجلد الذي يحتوي على الملفات والصور مثلا هنا، وأبدأ باختيار الصور. أضغط هنا موافق فيعطيني رابط الصورة، أضغط عليها فأتأكد أنها تعمل. تمام، أنتقل إلى الاسم التالي يمين ارتباط صورة موافق يعطيني الرابط، وهكذا إلى نهاية الأسماء. بعد أن انتهينا من إدراج الروابط في ملف الإكسل، نقوم بحفظ الملف ونقوم بإغلاقه مباشرة. الآن نذهب إلى بطاقة الشكر، نقوم بفتحها ونبدأ بخطوات دمج المراسلة. نذهب إلى تبويب مراسلات. طبعا لا مشكلة إن ضغطنا على بدء الدمج أم لم نضغط عليها، ولكن يفضل بدء الدمج. رسائل، تحديد المستلمين، استخدام قائمة موجودة، نبحث عن الملف أو المجلد، نضغط على الأسماء، فتح موافق. الآن نبدأ بالدمج. طبعا يمكننا أن ندمج بين ملف وورد وملف وورد، يعني ملف فيه الأسماء وملف فيه البطاقة، يعني ليس فقط محدد في الإكسل، وإنما يمكن في الوورد ملفي وورد أو ملف وورد وملف إكسل. مثلا هنا عند للسيد نضع التاء المربوطة إن كانت أنثى، وعند جهوده نضع الألف
أيضا إن كانت أنثى. الآن للسيد ندرج التخصص مثلا، ثم الاسم، ثم ندرج الكنية. يفضل أن يكون الخط أصغر قليلا لكي لا تحدث أي مشكلة. نضع كل الخط في حجم معين. الآن ننتقل إلى خطوة الصورة أو إدراج الصورة. نضغط على Ctrl F9. رجاءً وفي حال لم يضغط أو لم يقم بإظهار القوسين عن طريق Ctrl F9 أو لم يتم الأمر بشيفت ودال وشيفت وجيم، يفضل أن نذهب إلى صندوق البحث ونكتب لوحة المفاتيح على الشاشة. نكتب في صندوق البحث لوحة المفاتيح على الشاشة. طبعا في حال لم تكن مفعلة فقط نضغط هنا، أو يمكننا أن نضغط على زر الويندوز والكنترول والأو. إذا هنا سأقوم بحذف هذه، أضغط على كنترول تمام، وأذهب إلى FN وأختار F9، فأجد أن القوسين قد ظهرا لدي هنا. الآن أكتب داخل القوسين باللغة الإنجليزية include picture، مسافة صغيرة، إشارتي اقتباس. الآن هنا ندرج حقل الصور. نذهب إلى نضغط هنا إدراج حقل دمج الصور. في حال اختفت الجملة فإن الأمور يعني كما يقال أموري تمام. الآن أذهب إلى إنهاء الدمج، تحرير المستندات المفردة، موافق. هنا أجد أن كل اسم، وضع مثلا هنا للسيد المعلم عمار العمار، أو هنا للسيد المعلم قاسم. طبعا ننزل إلى الأسفل قليلا لنجد أسماء المعلمات للسيدة جهودها. ولكن بالنسبة للصورة لم تظهر لا هنا ولا هنا ولا في أي اسم. نضغط على Ctrl A ومن ثم نضغط على F9. أيضا ربما بعض المعلمات أو بعض المتدربات تواجه مشكلة عندما تضغط على F9 تظهر قائمة ابدأ ولا يتم الأمر. لا مشكلة، أيضا من نفس الكيبورد أو نفس لوحة المفاتيح على الشاشة، نضغط على من الـ FN نضغط على F9، تظهر لدي أو يظهر لدي هذا الصندوق أو المربع. نعم، فأجد أن كل اسم قد ظهرت له الصورة الخاصة به. في حال كانت الصورة كبيرة فقط نقوم بتصغير الصورة لتعود الأمور جميعها تمام وبشكل ممتاز كما نرى هنا. طبعا هنا فقط إن كانت الصورة كبيرة نقوم فقط بتصغير الصورة لنجد أنه قام بإدراج الصور لكل شخص على حدة، فقط نقوم بالتعديل على حجم الصورة. وإلى هنا نكون انتهينا من مراجعة أو إعادة دمج المراسلات وخصوصا إدراج الصورة. أعيد التنبيه معلمات، متدربات، طالبات، أعيد التنبيه على موضوع إن لم في حال ضغطت على Ctrl و F9 وقام بإظهار قائمة ابدأ أو لم يظهر القوسين، اكتب في صندوق البحث شاشة أو لوحة المفاتيح على الشاشة، ومن هنا أضغط على Ctrl. طبعا إن لم تكن الـ F هنا F1 F2 إلى آخره ظاهرة، أضغط على FN فأجدها ظهرت هنا، ومن ثم أضغط على F9. نفس الأمر في النهاية عندما أريد أن أظهر الصور، إن ضغطت على F9 ولن يتم الأمر، أيضا فقط من هنا أضغط على FN و F9 طبعا بعد أن أكون ضغطت على Ctrl A.